أعزائي المشاهدين، دعونا نأخذكم في جولة داخل متحف دبابات أبو عطوة بمحافظة الإسماعيلية، حيث شهد هذا المكان معركة قام بها مجموعة من الأبطال، أبطالنا أبطال القوات المسلحة، في معركة شهيرة أطلق عليها معركة أبو عطوة. قام بهذه المعركة رجال من المجموعة 139 صعقة، كانت المجموعة تتكون من 4 كتائب، الكتيبة 183 صعقة، وأبرت يوم 6 أكتوبر 1973 لتعطيل احتياطات العدو في منطقة الطاسة والطريق الشمالي. أما الكتيبة 103 صعقة فقد هاجمت نقطة قوية شرق بور فؤاد، وفي يوم 19 أكتوبر 1973 وبعد حدوث ثغرة الدبرسوار اندفعت الكتيبتان 133 و223 صعقة إلى الإسماعيلية، واستغلت الأراضي والمباني في عمل مجموعات كبيرة في أنصاق من القمائن في سرابيوم وعين غصين والضباعية وأبو عطوة والفيشة والخشينة والعمدة والدريسة والزغابة والخبايشة والصحارى، ودمرت للعدو 30 دبابة وعربة مدرعة من مجموعة شارون المكونة من لواءين مدرعين ولواء مظلي، وقتلت حوالي 60 رجل مظلي بالإضافة إلى من قتل من أضخم الدبابات. وفي يوم 22 أكتوبر 1973 استطاعت الكتيبة 223 صعقة صك العدو عند قرية نفيشة وعلى محور نفيشة أبو عطوة. أما على محور الضبائية أبو عطوة فقد قامت الكتيبة 133 صعقة بتدمير مفرزة الدبابات الثلاث الموجودة بالمتحف، وقتل معظم أفرادها ومنعت العدو من تدنيس أرض الإسماعيلية. وهذا المعرض هو المكان الوحيد الذي يحتوي على دبابات إسرائيلية مدمرة على أرض مصرية غرب قناة السويس. دعونا نشاهد مع حضراتكم هذه الدبابات التي أسرت سرق في 22 أكتوبر. طبعا هنا في قرية أبو عطوة بمحافظة الإسماعيلية كما تشاهدون حضراتكم جدارية يعني مدون عليها ضباط الكتيبة 133 صعقة وشهداء الكتيبة 133 صعقة، صف جنود الكتيبة 133 صعقة، قيادة المجموعة 139 صعقة، شهداء الكتيبة 183 صعقة ضباط، شهداء الكتيبة 103 صعقة ضباط، ضباط الكتيبة 223 صعقة، ضباط الكتيبة 223 صعقة. طبعا يعني التكرار اللي انا بكرره ده موجود فعلا على الجداريه، يعني مش تكرار مني، لا ده تكرار موجود على جداريه، منحوت على جداريه بيبين بساله الضباط والجنود المصريين في التصدي للقوات الاسرائيليه كما تشاهدون حضراتكم. هذه الجدارية موجودة في الشارع الرئيسي في أبو عطوة بمحافظة الإسماعيلية، وأصبحت مقصدا لكل الطلاب وكل الزائرين للتعرف على تاريخ حصار هذه الدبابات والقضاء عليها في 22 أكتوبر 1973. طبعا كما تشاهدون حضراتكم دلوقتي شعلة النص موجودة طبعا في متحف دبابات أبو عطوة، والمكان هنا بصراحة مكان جميل جدا جدا جدا، ومكان يعني يكسوه المسطحات الخضراء ومفتوح مجانا للجمهور وكل الزائرين، كل زائرين محافظة الإسماعيلية يمكنهم
يعني مشاهدة بسالة الجنود المصريين وعزمهم على الدفاع عن هذه الأرض الطيبة. إحدى الدبابات مدون عليها الكتيبة 223 صعد. هذه الدبابات موجودة بالفعل يعني في متحف دبابات أبو عطوة، اسمه متحف دبابات أبو عطوة، موجود في محافظة الإسماعيلية. والدخول في هذا المتحف مجانا تماما بدون أي رسوم، ومفتوح لكل الزائرين محافظة الإسماعيلية. النص المكان طبعا هنا نظيف جدا، يعني مسطحات خضراء لاستقبال، وكراسي هنا لاستقبال المترددين او زائرين متحف دبابات ابو عطوة كما تشاهدون حضراتكم. هذه هي الدبابات الاسرائيلية التي تم اسرها ببسالة واصرار وعزيمة القوات المسلحة المصرية. المكان هنا طبعا مكان جميل جدا، يعني بيتضمن مساحة كبيرة جدا من أماكن الاستقبال للزائرين، في كراسي طبعا والخضرة تكسو المكان كما تشاهدون، كراسي واسراحات مخصصة للسادة المترددين على المتحف. كان جميل جدا جدا. مسطحات الخضر هنا يعني، والاشجار والاماكن المخصصه لاستقبال زائري المتحف. المتحف على فكره يعني الدخول فيه بالمجان،